بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا هنعمل تشكيل بسكوت بعجينة واحدة. أول حاجة هنعملها، عندنا 650 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، تبقى طرية كده، نحاول نقطعها كده، نضربها بالمضرب. لحد ما نطويها خالص. بطارية كده. نحط عليها كوبايتين سكر بودرة، نخلينهم كويس قوي. لازم تنخلي السكر بودرة كويس. نقلبه عشان ما يعفرش معانا. وبعدين لحد ما تبيض معانا شوية، تبقى بالشكل ده. هنضيف عليها ثلاث بيضات، هحط لهم معلقتين فانيليا، العجينة بقت معانا بالشكل ده. عندنا 6 كوبايات دقيق، عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة ورشة ملح، نحطهم حبة حبة. هنعمل بايدينا كده، احنا هنعجن بيتنا. هنضيف بقية الدقيق، كده العجينة بتاعتنا عجنناها كده. هي بتلزق شوية، بس لما بتحطي ايدك ما بتلزقش في ايدك، بس هي لما تمسكيها بتلزق شوية. هنحطها في التلاجة ربع ساعة، نغطيها كده، نحطها ربع ساعة في التلاجة. بعد ما عملناها ربع ساعة في التلاجة، هناخد جزء منها نقطع جزء كده، عندنا الشوكولاتة شيبس ناخد حبة منها نحطهم على العجينة. جينا بيها كده عندنا العجينة بقت كده. ده هنعملها كوكيز، ناخد حتة كده نعملها كورة ونفردها.
تبقى بالشكل ده. حبة من الشوكولاتة حطها عليها. يبقى بالشكل ده هنعمل الكوكيز كله كده. وده الكوكيز بعد ما تشكل، هنشوف لما يطلع من الفرن. هناخد جزء تاني من العجينة، نحط عليه معلقة لبن بودرة، معلقة محلب مطحون، نعجنهم كده. نخلطهم مع بعض لحد ما تبقى العجينة بالشكل ده. عندنا عجوة، معلقة زيت بتاع العجوة، معلقة صغيرة قرفة، رشة صغيرة كده، نعجن العجوة بالشكل ده. لحد ما تطرى خالص بالشكل ده، ناخد منها نعملها كور كده، بس كلها تبقى كور كده. بعدين ناخد العجينة البسكوت بتاعنا، مش يبقى بسكوت بقى، هو ايه معمول. اقفل عليه كويس، حط عليها الكرة، نقفل كويس. الشكل ده حطها كده. واحدة تانية، يبقى بالشكل ده. عملنا بالشكل ده، هنجيب البصامة كده يبقى كده، هنعمله كده. ده نوع تاني من البسكوت، ده المعمول بعد ما شكلناه. هناخد جزء تاني من العجينة، كوره كده. عندنا حبة سمسم حاطين عليها حبة مية ومعلقة عسل اسود ودربناهم فيها، وده سوداني مجروش هنحط كده قعر بتاعها كده بتاع البسكوت. نيجي نحط في السمسم، نحطه كده في السمسم. يبقى بالشكل ده، ناخد واحدة تانية
كورها كده. ده السوداني المجروش ده من ناحية. لو عندك مكسرات هتعملي كده، حطيه بدل السوداني. الناحية التانية سمسم، تفرديها خالص كده. اذا انت عملتي برازق، ناخد واحدة تانية. نعمل الكمية كلها كده. نعملها كلها تبقى بالشكل ده ونشوفها. ده بسكوت البرازق بعد ما شكلناه بقى بالشكل ده. هناخد جزء تاني من العجينة. ما تقلقيش خالص، هي بتلزق بس في ايدك متلزقش. هنحط له بشر برتقان، بشر برتقان كده. حبة سمسم نلمه بس كده، احنا مش البسكوت ما بيتعجنش، هو بيتلم بس. دخل المكونات فيه بس كده. العجينة كده بعد ما عجنناها بقت كده. عندنا كيس حلواني نحط العجينة فيه. حطينا البسكوت كيس الحلواني كده شكله كده. نعملهم كلهم هنشوفهم. ده بسكوت البرتقال بعد ما شكلناه بقى كده. هنشوف لما يستوي. دي العجينة اللي فاضلة نحطها في كيس الحلواني كده. ناخد منها حتة ونشكلها بالشوكولاتة. هنشكلها بالشكل ده. ده البيجي فور بعد ما شكلناه بقى بالشكل ده. عملنا منه بالشوكولاتة. حطينا معلقتين كاكاو على العجينة وبقى كده. هنشوف لما يستوي. وده المعمول بعد ما طلع من الفرن. هنرصه ونشوفه. ودي البرازق بعد ما استوت وطلعت من الفرن، جميلة جدا. ده البسكوت اللي بالبرتقال بتاعنا اللي طلع. بعد ما خبزناه بقى جميل جدا. ده البيتي فور بتاعنا بعد ما طلع من الفرن استوى. جميل جدا وريحته جميلة جدا. وده الكوكيز بعد ما طلع من الفرن. هنشوف دلوقتي التشكيلة بتاعتنا كلها. ودي تشكيلة البسكوت بتاعتنا. 5 أصناف من البسكوت من عجينة واحدة. تقدري تعملي التشكيلة ديت. هنجمعهم ونشوفهم. وده البسكوت بتاعنا من عجينة واحدة. عملنا كمية البسكوت ديت، تقدري تعمليها. كمية حلوة قوي. البسكوت بتاعنا مستوي وجميل. ده البرازق عامل ازاي من جوه، طري مقرمش وداقه وناعم، جميل جدا. ده المعمول بتاعنا السوى عامل ازاي، جميلة جدا. مقرمشة وناعمة. كوكيز حلو جدا، مقرمش ودايب جميل. ده البسكوت بالبرتقال.
النشفة جميل. ده البيدي فور. كله ناعم وحلو. دي كمية البسكوت اللي اتعملت من 6 كوبايات دقيق. عملنا 5 أصناف بسكوت بالشكل ده. تقدري تعمليها لولادك لو جايلك ضيوف، تقدري تعمليها تشرفك قدام ضيوفك، تجي لولادك في المدرسة. جميل جدا. تعملي حاجة توفري لولادك ونضيفة. انت عارفة عاملاها ازاي؟ المكونات بتاعتها ازاي؟ لو عجبتك الوصفة دي لايك وشير. ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم بإذن الله.